السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب سينيور 3، معاكم مستر مصطفى السيد the English teacher for the senior stages. Today inshallah we're gonna cover the grammar of unit 3. هو في للfuture tenses كتير؟ قال لك six tenses، ست أزمنة. We're gonna cover them in detail عن الfuture plans. احنا قلنا ان will والinfinitive حاجة unplanned، انا مش مرتب لها ومش مخطط لها. طب افرض في حاجة مرتب لها ومخطط لها، هتكلم عنها بإيه؟ ما أكيد في صيغة تانية، فورم تاني غير will والinfinitive طبعا. طب إيه الطريقة الرابعة اللي بتكلم بيها عن الفيوتشر؟ إني أستخدم الـ present simple أتكلم بيها عن الفيوتشر. 5 بالنسبة لنا هو الفيوتشر content. آخر شكل من أشكال الفيوتشر هو الفيوتشر بيرفكت. 240 questions، 240 question. احنا دلوقتي عشان نبسط الموضوع مش تحلهم في البوكلت وتنقلهم على المنصة، هحط لك منهم 20-30 question، تنقل الانسر بس على المنصة اوتوماتيك. اعرف انك كده خلاص عملت الهومورك، اوتوماتيك يتفتح لك حصة الحل. إذا عندك أي سؤال أو استفسار أنا بتابع معاكم على جروبس الواتساب وبرد عليكم. أتمنى إن شاء الله تكونوا بتستفادوا مننا، وإن شاء الله دايما ناجحين. أشوفكم بإذن الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله.